بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. معاكم أشرف عبد الله، هشرح لكم النهارده جدول الأنوتيشن الخاص بالستورج اريا بتاعتي اللي بنشئها، الخاصة بالموديل. يعني كل موديل بعمله ببقى عامله ستورج اريا معينة، وفيها الرول تيبل والأنوتيشن والليمتس والأوردر وكل البي ماركر بلوت والمعاملات اللي احنا يعني عارفينها. تمام، النهارده هنتناول بالتفصيل مع بعض جدول الأنوتيشن. الأنوتيشن ده باختصار يعني ده الجدول اللي انا بحط فيه البيانات والمعلومات اللي انا عايزة تطبع على الماركر بتاعي ككل، او تطبع على القطعة بتاعتي لو انا هطبع بيسز لوحدها، او القطعة المتعشقة جوه الماركر، يعني خاص بكل حاجة هتطبع على الورق. ده جدول الانوتيشن. بيبقى عندي في الستورج اريا، يعني انا عامل الستورج اريا اسمها جيربرت وجيزر على اسم الجروب بتاعنا. ادي اول حاجة عندي اللي هي الانوتيشن، هضغط عليها وهوريكم مع بعض ازاي انا اختار اللي انا عايزه جوه الانوتيشن، بحيث ان انا لو عايز انشئ انوتيشن جديده خاصه مثلا باشرف او خاصه بمحمد او بحسين، يعمل اللي هو عايزه. الانوتيشن فيه عندي اهي الكاتيجوري الديفولت والماركر والليبل. انا هختار مثلا الديفولت اهي، ونيجي نضغط هنا عشان نشوف الانوتيشن دي تحتوي على ايه. اول حاجه عندي في الانوتيشن ماركر نيم. ماركر نيم يعني اسم الماركر بتاعي. انا عامل ماركر مثلا خاص ببوما، باديداس، بدريس، ببلوزة، ببنطلون، ده اسم الماركر بتاعي. ماركر ديسكريبشن التوصيف بتاعي بتاع الديسكريبشن. اوردر نمبر رقم الاوردر، عشان بس الناس تبقى معايا محدش يتوني. اوردر نمبر اللي رقم الاوردر، ديسكريبشن، ديسكريبشن اللي هو التوصيف ده. طب انا يعني ليه عندي اوردر ديسكريبشن وماركر ديسكريبشن مع ان الماركر اوريدي بيطلع من الاوردر؟ انا ممكن في الاوردر اكتب ديسكريبشن معين، واجي في البيانات بتاعت الماركر ميكنج اغير ديسكريبشن ده، فيبقى عندي الاوردر ديسكريبشن والماركر ديسكريبشن تاني خالص. بعد كده عندي الموديل، اسم الموديل مثلا اللي انا بشتغل عليه. بعد كده الفيديو سترايب، ده البريدو سترايب دي بستخدمها في القماش اللي لو فيه ماتشنج مثلا، البريد اللي هي مقدار التكرار للخط العرضي، والسترايب مقدار التكرار للخط الطولي. النيو لاين اللي هو بقول له اعمل لي كل سطر لوحده، يعني انا باجي اقول له اكتب لي طول الماركر في سطر واكتب لي عرض الماركر في سطر، بيعمل لي الشرطة المايلة دي، يعني بيخلي بين كل داتا وداتا سطر لوحده. يعني اكتب لي الماركر ويدث في سطر، اكتب لي اليوتيلايزيشن في سطر كده، يعني بقول له اكتب لي كل حاجه في سطر واحده، ما تكتبليش كله مع بعض، وبفصل بيها الداتا عن بعض كل داتا في سطر معين. الموديل والسايز، الموديل والسايز دي يعني الموديل بتاعي والسايز المقاس والكوانتيتي ريشيو بتاعي كام، اللينس اللي هو طول الماركر، اليوتيلايزيشن اللي هي الكفاءه، ماركر ويدث اللي هو عرض الماركر، بقول له اكتب لي عرض الماركر. الادد باندل والبيس يعني عدد القطع والمقاسات اللي انا ضفتها زياده عن القطع الموجوده في الماركر، والريشيو بتاعي. يعني سي مثلا لو انا عامل، يعني انا كاشرف بشتغل مثلا ميديا بلارج اكس 2 اكس، من كل مقاس بعمل يعني بحط اقول له اديني في الميديوم واحد، في اللارج واحد، في الاكس واحد، في الدبل اكس واحد. طيب انا جيت عايز اضيف مثلا مقاس تاني، فاقول له خلي لي مثلا لا اد باندل او بيس، اكتب لي ان انا المقاس اللي انا ضفتها، انا ضفت مثلا في الاكس لارج خليته 2 بدل 1، فيكتب لي المقاس. طيب انا لو ضفت بيس قطعه مثلا زياده زي لوكسا ولا حاجه، اقول له اكتب لي ان انا ضفت ايه، يعني اكتب لي ايه القطعه اللي انا ضفتها، ما تكتبليش يعني انا ضفت قطعه ما ضفتش مقاس كامل، اكتب لي القطعه اللي انا ضفتها زي لوكسا مثلا او باندا او قلابة جيب او حاجة من المصاريف الزيادة اللي احنا بنزودها احتياطي في فرشة القص بتاعتنا. يعني ده بالنسبة للاد باندل او بيز. بعد كده الديت اللي هو التاريخ. السيمبولز بقى، السيمبولز دي مهمة برضو جدا. السيمبولز دي اللي هي النقطة بتاعت العلامة الخاصة بنقطة التنشين بتاعت البيز. لو انا مثلا عندي نعمل بلوزه، والبلوزه دي فيها بنسة بتاعت صدر، فانا عايز اقول للتكنيكال او الفني اللي هيشتغل او الصنايعي اللي هيشتغل معايا، خلي بالك ان البنسة دي اولها مثلا هنا واخرها هنا،
فببقى مديله علامة بالبيس كده على الباترون نفسه. والعلامة دي لها أشكال معينة، كل واحد طبعا بيختار الشكل اللي يريحه. هنستعرض معاكم برضو الأشكال بتاعتها. سيمبلز اللي هي الأستريك دي اللي هي عبارة عن نجمة، يعني أنا بقول له حط لي على الباترون في النقطة دي نجمة. بلس اللي هي على شكل ازاي، طبعا هو شرح نفسها هي يعني. سيمبل سيركل اللي هي الدايرة، السكوير اللي هي المربعة، دايموند اللي هي السامبوكسة المعتادة دايما اللي بيشتغل بيها يعني في معظم المصانع والشغل، اللي هي الاسترايك اللي هي النجمة. وكل واحد وراحته طبعا يعني يختار الشكل اللي يريحه يعني. بعد السيمبل في حاجة اسمها كونستانت. كونستانت دي اللي هو لو انا عايز اكتب كومنت على القطعة او على الماركر وخليها تضاف يعني تضاف عندي في القطعة مثلا. يعني هناخد مع بعض اكزامبل، مثلا ان انا عايز اكتب مثلا ان احنا الاسرة بتاعت جيربرت وجيزف، فاجي اقول اختار الكونستنت اقول له اكتب لي دي على القطعة واقول له اد، اروح جاي عند اروح شايل الكونستنت دي، سوري معلش هرجع تاني او اقول له اد واقول له وي ار او فاميلي أسرة اوف جيربر توجيزر. ده هيكتب لي الجملة دي على مثلا لو انا بطبع مثلا قطعة او بطبع ماركر، هيكتب لي على الجملة دي على الحاجة اللي انا بطبعها family of gerber together. سايز اللي هو المقاس، بند السايز اللي هو المقاس بتاع القطعة اللي هتتبع سواء قطعة كاملة او موديل كامل. بند اللي هو رقم تكرار المقاس، بيس نيم اسم القطعة، بيس ديسكريبشن اللي هو التوصيف بتاع القطعة، بيس كاتيجوري الكاتيجوري بتاعت القطع. الحاجات دي يعني انا مش يعني نادرا ما بستعملها يعني، لان انا خلاص انا ببقى عايز المقاس، انا مش هعمل فرح على القطعه يعني. انا بكتب المقاس ميديوم لارج اكس مثلا والتوصيف بتاعه ده صدر ولا ظهر ولا كم ولا بس يعني الحاجات اللي توضح لي الحته دي ايه مع يعني، بس مش هكتب بقى لان اولا هياخد وقت معايا في الطباعه، هيستهلك معايا حبر كتير وده مش عملي يعني في الانتاج يعني. بعد كاتيجوري سبليت بيس. سبليت بيس دي برضو حته كويسه يعني، لو انا مثلا عندي فراغ مثلا والفراغ ده يعني يشيل نص لوكسايه مثلا، اللوكسه عندي مثلا طولها 40 والفراغ ده يشيل مثلا 20 سم، فاروح جاي قاسم اللوكسه نصين واحط في الفراغ ده 20 واحط في الفراغ ده 20، فالسبريت بيس بيسجل ان اللوكسه دي كانت لوكسه واحده بس انت قسمتها اتنين، يبقى لوكسه نمبر 1 ولوكسه نمبر 2، ويكتب لك عليهم الـ التوصيف بتاعهم ان دي واحد واثنين وهم اوريدي في الاساس كانوا حاجه واحده يعني. ده بالنسبه للسبريت بيس. البين نمبر، البين نمبر ده يعني اوبشن دلع شويه. في بولترات جديدة ظهرت فيها كذا قلم والوان يعني اربع الوان احمر واخضر وازرق، فانت والله بتختار بتقول له والله انا عايزك تطبع لي الخط بتاع الماركر المحدود ده بالاخضر، وتطبع لي اسم الماركر بالاحمر، وتطبع لي كفاءة الماركر بالاسود، وتطبع لي طول الماركر بالازرق، يعني شهيص المسائل شوية ودلعنا كده، عايز اشوف الماركر كده يعني منور والدنيا حلوة يعني. يعني انا بسميه ده اوبشن دلع شوية. انا بختار في البين نمبر ده الرقم القلم اللي هيتم للطباعة، انا عايز اطبع كذا بقلم رقم كذا، وعايز اطبع كفاءة الماركر بقلم رقم كذا، على حسب نوع البلوتر اللي عندي والاقلام اللي فيه. بعد البين نمبر في حاجة عندي اسمها ليفت ورايت. ليفت يعني طبعا عارفين انها شمال، ورايت يعني يمين. ليفت ورايت دي خاصة بالقطع اللي بتخش عن طريق ديجيتايزر. القطعة في المعتاد بتخش على انها شمال وصافية يعني، بتعامل عليها خلاص كأنها تقص والكمبيوتر اراها ان هي جاهزة للتعشيق وللماركر وللحاجة. فانا لو انا حابب ان اقول له والله اقرا لي ان القطعة دي مكتوبة ان دي شمال،
فانا اكون مدخلها على تشتغل بانها شمال، ولو ان القطعه دي يمين فانا بقول له خلي بالك ان انا مدخل القطعه دي يمين ومن على تشتغل، فيكتب لي ان القطعه دي يمين والقطعه دي شمال. نيجي بعد كده النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، اسمها اللاين تايم. كانت احد الاسئله اللي وارده دايما، يقول لك انا لما باجي اطبع يا باشمهندس القطعه بتطلع لي بالخط الخياطه بتاعها، طب اعمل ايه؟ المقص دار ممكن الماركر كله يطلع كده بخط الخياطات، فالمقص دار يتلخبط بدل ما يقص على الخط اللي بره يقص على الخط اللي جوه، وهنا يعني طبعا تبقى خسائر ملهاش مثيل يعني. طب هنعمل ايه في القصه دي عشان ما نطبعش الخط؟ يبقى اللاين تايب ده الخاص بالخط الداخلي بتاعي اللي هو الخياطات، يعني ده الاوبشن الخاص بالخط الداخلي بتاعي بتاع الخياطات. فباجي اختار اللاين تايب دي كده واقول له اد، هكتب لي ال تي ان. ال ال تي ان دي سوري، ال ال تي ان دي انا بمسح ال ان. لو انا مش عايز الخياطه عندي تظهر بختار زيرو. طيب لو انا عايزها تظهر يبقى الخط بتاع الخياطه ظاهر خط ساده كده زيه زي خط الخارجي للقطعه، بختار رقم واحد، اشيل الزيرو دي خالص واختار واحد. لو انا عايز الخط بتاع الخياطات ده يظهر على انه عباره عن نقط كده منقطه مع بعض بختار اتنين. يبقى انا على نوع الخط اللي انا عايزه، مش عايزه يظهر خالص بختار زيرو، عايزه يظهر زيه زي الخط الخارجي بختار واحد، عايزه يظهر مختلف عنه منقط كده بختار اتنين. بعد كده حاجة اسمها ليبل A وليبل B. الليبل A والليبل B ده الخطوط برضو الداخلية تبقى واخدة نفس الانوتيشن بتاع الليبل A، هيطبع يعني هيطبع يعني انا عندي مثلا خط داخلي بتاع مثلا جيرو وانا مديله ليبل A مثلا، فهيطبع على الخط ده زي الجرين لاين كده يطبع عليه ليبل A. طيب لو انا مديله ليبل B هيطبع عليه زي الجرين لاين برضو ليبل B. الليبل A ده خط ثنائي الابعاد، الليبل B ده برضو هو خط ثلاثي الابعاد، ده الفرق بين ال A وال B. البليست اريا، البليست اريا دي المساحة الكلية المتعشقة للماركر، يعني مساحة الماركر كلها المتعشقة. طبعا انا لما احب اعرف مساحة الماركر المتعشقة دي اعرفها ازاي؟ عبارة عن مجموع مساحات القطع نفسها، يعني عندي مساحة الصدر زائد مساحة الظهر زائد مساحة الكم زائد المسافات اللي بينهم، دي كل دي مساحة الماركر. دي بالنسبة للبليست اريا. اللي بعد كده البليست بريميتر دي اللي هي المحيط الكلي المتعشق للماركر. نمبر بعد كده نمبر بليست بيسز، ودي عدد القطع اللي تم تعشيقها في الماركر. والله انا عندي اللارج 3 قطع والميديوم 3 والاكس دبل اكس 3 يبقى 4، يبقى انا معشق 12 قطعه في الماركر كله على بعض. ده انا كده استعرضت معاكم كل الداتا اللي انا ينفع اضيفها واختارها زي ما انا عايز في جدول الانوتيشن بتاعتي، واختار ايه اللي يطبع عندي انا، اطبع لي المقاس، اطبع لي انا طبعا القطع كلها كام اللي في الماركر، اطبع لي مثلا مساحة الماركر كلها كام، اطبع لي ايه القطع اللي داخله يمين وشمال. انا طبعا يعني انا عشان اختصارا للوقت والحاجة المطلوبة اللي انا ببقى عايزها، انا بختار مثلا اسم الموديل بيبقى مطبوع عندي، الطول الماركر كام، اليوتيلايزيشن الكفاءة بتاعتي، عرض القماش بتاعي كام، ماركر ويتس، ايه الحاجات اللي انا ببقى دايما محتاجها في الماركر عشان اقدر من خلالها يعني اشوف انا الدنيا ماشيه ازاي، الكفاءه بتاعت الماركر عندي كام. انا مش هقعد اقرا كل قطعه مكتوب عليها ايه وتوصيفها ايه، انا اوريدي انا اللي عامل الماركر وعامل الموديل والاوردر فانا عارف الدنيا ماشيه ازاي. لكن انا حبيت اوريكم الداتا الموجوده عندي في جدول الانوتيشن، لو حد حب يضيف حاجه، حب يضيف جمله، حب يقسمها كل داتا في سطر لوحدها، يبقى هو عارف الدنيا بتاعت الانوتيشن دي ماشيه ازاي. ممكن واحد يعمل انوتيشن خاصه بيه يسميها اشرف، واحد يعمل انوتيشن خاصه بيه يسميها حسين، يعني كل واحد وراحته يعني.